أما هلأ فرح رحنا لفقرتنا الختامية ورح نحكي فيها يمكن عن ظاهرة طبيعية من الظواهر اللي ترددت وتردد الحكي عنها بالفترة الأخيرة كتير، واللي هي الوميض الأزرق أو الضوء الأزرق يلي بيظهر مرافق للحركات الأرضية أو الزلازل. شو هو سببه؟ وكتير اختلف الموضوع بتفسيره بين التكنولوجيا وبين أرض الواقع. كل هالتفاصيل والأسئلة رح طبعا يجاوبنا عليها ضيفنا بالاستوديو الأستاذ طارق خالد المعيوف، جيولوجي وايضا جيوفيزيائي واستكشافي وتنقيب. اهلا وسهلا فيك استاذ. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. سمعنا كثير عن الضوء الازرق اللي كان مرافق للزلازل، خلينا نعرف بالاول شو مدى صحه هذا الشيء وشو هو الضوء الازرق اللي كان. الضوء الازرق المرافق للزلازل هو ظاهره طبيعيه. الناس الان عم تعتقد انه ممكن يكون شيء مفتعل او ممكن يكون ناتج عن وميض انفجار او شيء. هو لا، حدث طبيعي مرافق لحدث طبيعي اللي هو الزلزال. إذا بدنا نعرف الزلزال، حركة مفاجئة تحدث في القشرة الأرضية ناتجة عن اصطدام أو تباعد أو اندساس صفيحتين قاريتين أو قارية مع محيطية أو محيطيتين مع بعض. هذا الحركة اللي بتحصل بالصفائح عم تؤدي لطحن الصخور. رح نستعرض الآن ثلاث نظريات للتفسير، مع العلم انه غالبا يعني ممكن تكون هي السبب ممكن لا، يعني التفسيرات العلميه هي مجرد فرضيات، لكن الموضوع لم يحسم علميا انه فعلا هذا هو سبب الوميض الازرق. لكنه الوميض الازرق هو حدث طبيعي مرافق للحدث الطبيعي اللي هو الزلزال. الآن مع التكنولوجيا مثل ما حضرتك حكيتي، كاميرات المراقبة، اليوتيوب، الصور والفيديو للحظة وقوع الزلازل، عم نشوف هذا الوميض الأزرق، لكنه يعني ما بيعبر عن أنه في شيء مفتعل. لا، تم توثيق وجود الضوء الأزرق أو الوميض الأزرق من أكثر من 1300 سنة بزلزال سان ريكو باليابان بعام 869، موثق في أحد المخطوطات الموجودة بالمكتبة الوطنية باليابان. يتبعه فيما بعد توثيق أيضا بعام 1888 لزلزال بنيوزيلندا، زلزال نورث كانتربري. إذا بدنا نسرد، هن حوالي 16 أو 17 حدث زلزالي ترافق الوميض الأزرق وتم توثيقه سواء بالمكتبات الوطنية بالمخطوطات أو باليوتيوب. في عنا كمان زلزال في كتير، يعني فينا نقول في كتير مشان ما نضيع بالأسماء طبعاً والأحداث، ولكن المهم اللي بدنا نسأل عنه هلأ أنه كمان سمعنا بالآونة الأخيرة عن فكرة الزلزال الصنعي، يعني أنه هذا زلزال اصطناعي وليس زلزال بحكم تحرك الطبيعة. هناك شيء أو خليني أقول أفعال صناعية هي اللي أدت لهذا الزلزال، هل هذا الشيء مزبوط؟ ممكن نسمع بهيك شيء؟ هلأ هو صحيح على شقين، يعني ممكن يكون زلازل صناعية بفعل مثلاً تخزين مياه مليارات الأمتار المكعبة من المياه خلف السدود، ممكن يؤدي فيما بعد لزلزال نحن بنعتبره زلزال صنعي كونه ما حدث طبيعي مفاجئ، أنه يعني بسبب شيء بنوه البشر أدى فيما بعد لحصول زلزال. في عنا ممكن يكون التفجيرات النووية الكبيرة اللي ممكن تقوم بها بعض جيوش العالم، لكن هذا الزلزال الصنعي الناتج عن انفجارات أو أصحاب نظرية المؤامرة برنامج هارب أو غيره، هيك انفجارات غير قادرة على توليد زلزال بدرجات عالية، أقصى درجة ممكن تكون 2-2.5. مع العلم أنه المخطط البياني للرسم موجات هذه الزلازل الصناعية يختلف تماما عن الموجات والرسم البياني للزلازل الطبيعية. بالزلازل الطبيعية عندنا أمواج طولية بي، أمواج عرضية اس، أمواج لاف، وأمواج رايلي. أما بحالة الزلزال الصنعي فهو بيكون قصير المدى وما فيها الأمواج هي أبدا. فلا، ما فينا نعتبر الزلازل اللي عم نشوفها أنه زلازل صنعية أبدا، والبشر غير قادرين على توليد زلازل بهذا الحجم. مستحيل توليد طاقة كبيرة تأثر على الصفائح، لأنه
امتدادها كتير كبير، آلاف الكيلومترات طول عرض وسماكة، ما في حدا قادر أنه يحرك صفيحة أو صفيحتين أو حتى إجراء تفجير على فالق أو صدع أو شق، البشر غير قادرين على توليد الطاقة، هي مستحيل. كمان من الفيديوهات اللي انتشرت بشكل كتير كبير، يمكن خلينا نقول مختلف أنحاء العالم، أنه يمكن في مؤشرات بتعملها ممكن الحيوانات وبتصدرها الطبيعة، مؤشرات للزلازل، شو مدى صحة هذا الشيء؟ صحيح طبعا، بس ما فينا نعتمد عليها. أبرز هاي المؤشرات شو كانت؟ نباح الكلاب، حركة الأفاعي، النمل، بس ممكن البشر ما يعطوا يعني ما ياخذوا هاي المؤشرات بعين الاعتبار، ما ينتبه يفكر انه في شيء غير طبيعي. بالصين بزلزال هاي تشينغ 1975 اخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار، الاف الكلاب هجمت على المدينه وبدات النباح بشكل هستيري. السلطات تجاوبت بسبب الكلاب، ما كانوا بيعرفوا انه ممكن يكون مؤشر لزلزال، اخلوا المدينه خوفا على الناس من هاي الحيوانات، فكروها مسعورة أو ممكن تؤدي لأوبئة، داء السعر معروف تبع الكلاب. تم إخلاء المدينة، مع إخلاء المدينة حصل الزلزال. فكانت هبة من الله بوقتها، أنه رسالة أنه نحن جئنا لننذركم وأنه نخبركم بطريقة ما، هي عندهم حواس تفوق البشر جدا، حسوا فيها الحيوانات، وهذا كان طريقة تعبيرهم عن أنه في حدث رح يصير. فهذا الشيء طيب، بظل التطور التكنولوجي اللي عم نشهده حاليا، صرنا نسمع كثير عن برامج، حتى برامج بتنزل على الموبايلات انه هي بترصد لك حركه الزلازل بالعالم، بتعطي تنبؤات وين ممكن يصير في خطر وما الى ذلك. حتى الدول العالميه اللي هي بتتاثر بالزلازل عاده مثل اليابان والصين كثير بيقولوا انه بتستخدم هي المؤشرات. هل حقيقه بتقدر التكنولوجيا تكتشف هذا الشيء ام لساتها عاجزه عن هذا الموضوع؟ اي طبعا، لا في امكانيه، بس هي الهزات البسيطه اللي ممكن ترصدها المحطات الرصد واللي ممكن تزود فيها التطبيقات، ما بالضرورة تكون مؤشر لزلزال فعلي، لأنه الزلازل يعني الآن تحصل زلازل الآن. الآن اليوم الصبح صار زلزال بالجزائر الشقيق ب3.1 درجة، حركة طبيعية للأرض. بالعكس كترتها ممكن تكون مؤشر لتفريغ الطاقة، بس قصدي ما بتعطينا مؤشرات انه هي تقدر تتنبأ بوقوع مثلا قديش هذا الزلزال القادم، قديه الدرجة تبعيته، ولا ما وصلنا لهال ما وصلنا، وغالبا عاجزين انه نوصل لهالمرحلة. هي بجوز مع التطور اكثر، ليش؟ لانه الجسم المرصود يعني صح نحن نعيش على الارض بس ما لنا شايفينه بالعين المجرده، ما بنعرف تراكم الطاقه وين عم يصير، امتى بتقرر الارض تفرغ هي الطاقه، ما عم نعرف. فممكن تكون المؤشرات البسيطه هي الهزات، ممكن تكون ارهاصات لزلزال، ممكن تكون تفريغ للطاقه يبشر بالخير، انه ما تتراكم جهود تؤدي لزلزال كبير يفجر وينشر هاي الطاقة بمرة واحدة. سمعنا بالفترة الأخيرة بزلزال كان متوقع، أمتى ما حدا بيعرف، لكن هو زلزال متوقع نتيجة احتباس كميات كثير كبيرة هائلة من المياه وبناء السدود ممكن يلي ما تتحمل قوة احتباس هي المياه. شو مدى صحة هذا الشيء؟ وهل ممكن هذا التصرف والتدخل البشري يساهم بحدوث الزلازل؟ هون بنقول انه ممكن تكون هون الزلازل صناعية من صنع البشر. صناعية لكن ما مو بقصد احداث زلزال، صناعية بسبب هون بيجي دور تكامل المهندسين المدنيين الانشائيين اللي عم يصمموا هذا السد مع الفرق الجيولوجية على مستوى محلي ومستوى إقليمي، لازم يكون في تكامل بالمعطيات. إنه أنا عم خزن 50 أو 90 مليار متر مكعب من المياه في هاي البقعة، هل هي مستقرة استاتيكيا طبقات أمور تمام؟ إن أنا إذا خزنت مياه هون هل راح تؤدي لاختلاف هذا التوازن بالطبقات، ولا راح يؤدي لتشكيل جهود على صدوع محتملة مرئية أو غير مرئية؟ لأنه في كل فترة ومع عمليات الاستكشاف البترول والغاز العميق عم نكتشف صدوع عميقة، يعني صدع نقطة ضعف بالقشرة الأرضية، تصدع تخلع تكتوني ما كان معروف، نعرف لما مسحنا هاي المنطقة جيولوجيا أو جيوفيزيائيا. فهون بده يجي عم تكامل
الفرق الجيولوجية الجيوفيزيائية مع المهندسين المدنيين اللي عم ينشئوا هذا السد أو المنشأة مشان ما يصير في زلزال صنعي على المدى الطويل. طيب كمان يعني أستاذ طارق كثير نسمع أنه في أماكن معروفة يعني مثل الصين اليابان ما إلى ذلك، أنه هدول الأماكن هن أكثر الأماكن عرضة للزلازل. خلينا نشرح بس ليش وشو يعني تموضعهم على مثلا مثل ما بيقولوا طبقة معينة من الأرض هي قابلة كل فترة أنه يصير فيها تحرك. هاي الدول فينا نسميها حزام النار اللي هو حزام زلزالي بركاني. هاي الدول تقع على مناطق تماس بين صفائح قارية محيطية أو قاريتين أو محيطيتين مع بعض. حزام النار امتد من شرق الصين، اليابان، اندونيسيا، سواحل الهند، يقابل من الطرف الآخر سواحل غرب أفريقيا، سواحل شرق أمريكا وأمريكا اللاتينية وغرب أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، اللي هي حدود تصادم بين صفائح محيطية مع صفائح قارية. فهي الدول لسوء حظها تقع على هاي الحدود، مناطق تصادم، مناطق اندساس، مناطق دائما نشاط زلزالي وبركاني مع بعض. إذا بدنا نحكي اليوم عن هذا الوميض الأزرق يلي بدينا فقرتنا فيه، في حال تكرار حدوثه بالسماء اليوم، كيف الشخص ممكن يتصرف بهي الحال؟ التعويل على ثقافة الشخص، كل فرد كيف بده يتصرف خلال هي اللحظات الثمينة لإنقاذ حياته وإنقاذ حياة أسرته. حماية الرأس، مجرد ما شعرت بالاهتزاز أو في شيء هز بالبيت، حماية الرأس، مغادرة المكان. أنا أوصي بمغادرة المكان، مو البقاء بالعقار أو البقاء ضمن البناء، مغادرة إلى مكان مفتوح. كمان أوصي بشيء بسيط ممكن يكون مفاجئ، اللي هو دائما لازم يكون معنا كمامة، يعني حتى إذا ما انهار علينا المبنى، عملية انهيار راح تؤدي لغبار شديد. يعني اللي بيشوف مقاطع فيديو للحظة حصول زلزال أو تدمير مباني لإشادة أخرى أو مثلا بأحداث 11 سبتمبر أو غيرها، الأبنية لما عم توقع عم تؤدي لغبار، سحابة غبار هائل ممكن يمتد لساعات، عم يؤدي لحالات اختناق، لأنه الزلزال مو بس عم يؤدي للوفاة بسبب البناء عم ينهار على ساكني، لا، في أسباب تانية ممكن الزلزال يؤدي لحرائق، الحريق هو اللي أدى للوفيات، الغبار ممكن يكون سبب غير معروف يعني أو غير مأخوذ بعين الاعتبار. يعني وجود كمامة بسيطة أو شيء الواحد يغطي فيه وجهه أو أنفه يحمي نفسه مشان يستنشق أكسجين حتى لو كان بمكان ما انهارت فيه المباني، لا، شيء كتير ضروري. مثل ما قلت لك، حماية الرأس، مغادرة المكان، ونوصي دائما بمثلا طريقة حاليا للأبنية المشادة، حاليا الكتل الامتصاصية اللي بتتجاوب، يعني ممكن تكون أرجوحة على أسطح المباني، هي طريقة يعني مشان ما نمسح المباني وندمرها ونعيد تصميمها زلزاليا، وهذا الشيء غير معقول ومكلف جدا. لا، بنركب هاي الكتل الامتصاصية اللي لما اجت الموجة والطاقة تجاوب البناء فهو بيهتز، والكتلة الامتصاصية ستعاكس هذا الاهتزاز فأدى لثبات واستقرار البناء. للمباني الجديدة تصميمها زلزاليا تكامل العمل الجيولوجي مع المهندس المدني، للأبنية الجديدة حتى لو كان مكلف شوي لكن أنا حافظت على العقار وعلى ساكني، وهيك بنكون يعني. طيب أستاذ طارق، خلينا نحكي كمان الفترة الماضية كتير كتر الحديث بأنه خلاص هذا الزلزال اللي صار راحت 75 سنة مرة تانية ليتكرر. صحيح هاي الأرقام وكيف تقاس؟ يعني أنا قديش بحدد مثلا هذا النوع من الزلازل اللي هو 7 درجات كان بتركيا، وصل تأثيره تقريبا 5 وشوي لعنا بحلب وما إلى ذلك، ويمكن بالشام 4 وشوي. قديش هاي الدرجات هي فعلا ممكن تتكرر كل قديش ولا لا؟ لا يمكن التنبؤ بهذا الشيء. لا يمكن التنبؤ بها، لا. هذا الشيء بنستخلصه من شيء اسمه الزلازل التاريخية. يعني حصل زلزال مثلا بدمشق ب 1759، يعني حط كان سابق في زلزال سابق ب 1500 مثلا موثق،
فحطوا رينج 75 سنه رينج معين انه 200 250 سنه يحصل زلزال. هل هذا الشيء منطقي؟ وبنفس الوقت ما فينا نحدد بدقه توقيت. هذا الفارق الزمني بين الزلازل صحيح منطقيا. ليش؟ لانه بهالفترات عم يتراكم جهد بالصخور عم تتفرغ يبدو بهالمنطقه كل 200 250 سنه. بس كمان ما له مقياس، ممكن يكون زايد 10 سنين ناقص 20 سنه، يعني ما رح نكون موجودين اذا 100 200 سنه. ما نامل ذلك، ندعو للحيطه والحذر مثل ما قلت لك، معالجه الابنيه الموجوده حاليا ولاحقا خلال اشاده ابنيه جديده تصميمها بشكل زلزالي افضل من موضوع التنبؤ والتكهن والتوقع. يعني انا بحاله التنبؤ انه كان الامور تمام، تم التنبؤ بزلزال وفعلا حصل، شو استفدت انا غير اني حافظت على البشر؟ وهذا نعمه كبيره، ممكن تكون يعني شيء عظيم اني حافظت على الارواح، لكن انا لما ما صب جهودي وطاقتي والاموال على التوقعات والتكهنات، لا، انا صبيت الجهود على المسكن الامن، انا حافظت على الممتلكات وعلى الارواح، ويمر الزلزال كحدث عابر. وهنا نفرق بين زلزال البلدان النامية وزلزال البلدان المتقدمة. زلزال كبير ممكن 7.8 و8 درجات قدرة، هي الزلازل العظيمة ممكن تكون ببلدان متقدمة حدث عابر، بينما زلزال ممكن يكون 5.5 و6 و6.1 ممكن يكون كارثة ببلد نامي، لعدة اعتبارات، الثقافة والوعي، والناس ما بتعرف تتصرف خلال الزلزال، الفوضى العشوائية، الضوضاء، التزاحم بالخروج، وما في اهتمام بالبنى التحتية أو أنه نقابات المهندسين أو الوصاية على البناء تشدد وتأكد على موضوع التصميم أنه تأمن أبنية مقاومة للزلازل. هذا الفرق بين الدول النامية والدول المتحضرة. ما موضوع ترف أني أنا صمم بناء مقاوم للزلازل، ما نترف، لا، هذا شيء ضروري لأنه نحن ضيوف على هذا الكوكب اللي له منظومة خاصة بيتصرف فيها. أنا بدي أتكيف معه، مو هو بده يتكيف معي أقعد أترجى أنه ما يصير زلزال، لا، أنا بكون جاهز. وهذا المطلوب فقط، يعني المطلوب فقط تصميم مبنى مقاوم للزلزال أو سد مقاوم للزلازل، وما يكون بمنطقة مخلعة تكتونيوم، فقط هذا المطلوب فقط. إذا بدنا نرجع لنظريات التفسير الضوء الأزرق، البروفيسور والعالم الجيوفيزيائي فريدمان فروند وضع نظرية أنه هذا السبب بالوميض الأزرق هو ناتج عن أنه الكريستالات الغير نقية الموجودة بالطبقات الأرضية بالمنطقة اللي حصل فيها الزلزال على اختلاف تركيبة الكيميائي ونوع صخور هاي الطبقات، هذا الطحن اللي عم يصير خلال حركة الزلازل عم يؤدي لخروج شحنات كهربائية وطاقة عم تخرج من باطن الأرض إلى سطح الأرض تشحن المنطقة، الغلاف الجوي للمنطقة اللي بيظهر على شكل أضواء زرقاء. تم تأكيد ذلك يبدو بعام 2014 بالمؤتمر الفيزيائي بأمريكا، يعني قالوا إنه السبب غالبا ممكن يكون الشحنات الكهربائية والطاقة الناتجة عن طحن الصخور خلال حصول الزلزال. وبرجع بقول انه كثيرة وتم رصدها عبر التاريخ. بدأت الفترة الزمنية الفاصل بين الوميض الأزرق وحدوث الزلزال بشكل فعلي؟ الزلزال الوميض الأزرق في ببعض الزلازل تم توثيق انه حصل قبل ساعة، وفي وميض أزرق رصد خلال حصول الزلزال. ما في مقياس ابدا. امتى برجع بقول لك، امتى بتقرر الارض تحرر هاي الطاقه على شكل زلزال وممكن يؤدي لوميض ازرق غير معروف. اكيد ذكرت باحدى المقابلات جمله سالوني عنها فيما بعد، انه انت قلت لانه نحن مختصين بعلم الزلازل ولاننا نعلم لا نعلم، كيف ما انتم مختصين نحن ما بنعرف لبعد حصول الزلزال، خلال حصول الزلزال يرصد يسجل طاقته قدره احداثياته العمق قريب من هي. اما غيرنا اللي ما يعلم عم يعطي تكهنات توقعات للاسف. بعد زلزال 6 شباط اللي صار عنا، اذا لاحظتوا في عالم بتقول في 23 هزه رح تصير لنهايه الشهر،
العالم صارت تخاف وترافق هاد مع عاصفة للأسف كان برد سطيع جدا. أنا لاحظت بالناس الساعة 2 و3 بالليل العالم بالحدائق بيعز دين هذا المنخفض الجوي القاسي. فالبلبلة اللي بتصير يعني المفروض ما الواحد يعطي إذنه لأي توقع أو تكهن أبدا إلا موضوع الدعوة للحيطة والحذر. يعني مثل هلا زملائنا والإخوة الكرام بمركز الرصد الزلزالي بدمشق بيقولوا إنه تم رصد هزة بسيطة 4 درجات 4.5 3 على عمق كذا إحداثياتها بس، يعني ندعو للحيطة والحذر بس. أكيد. طب أنا عندي سؤال صغير، درجة الزلزال بحد ذاته يعني اليوم بنشوف بأماكن معينة 5 درجات ممكن هدت بنايات مثل حلب وغيرها لأنه أساساً هي متضررة كانت من الحرب، وأماكن تانية مثل ما أنت قلت 7 و8 اللي هي تصنف هاي الدرجات عالية جداً وخطيرة، يعني 8 بنشوفها زلزال عظيم، زلزال عظيم يعني عظيم مدمر. البعض بيقول 9 هي ما عاد رح يضل في شيء أكيد قائم على وجه الأرض أكيد. إذا كانت درجة الزلزال 9 يعني مقاييس الزلازل مفتوح للأعلى يعني المقياس ريختر أو مقياس القدر الزلزالي مفتوح للأعلى. فشو هي الدرجة؟ تعريفها وتأثيرها إذا بنقدر نشرح للناس. هي مقدار الطاقة، مقدار الطاقة المتحرر من الزلزال عند بؤرته. هي إذا بدنا نحكي كقدر على مقياس القدر الزلزالي ML، مقياس ريختر لما نقول كذا درجة على مقياس ريختر هو سعة الموجة العظمى، يعني السعة العظمى. طب ليش بيختلف تأثيرها بين مكان ومكان؟ لعدة اعتبارات، طبيعة الأرض والصخور التي تقوم عليها هذه المنطقة، في المدن بعض المدن والأماكن هي أحواض رسوبية بتؤدي لتضخيم الإشارة، الضوء يؤدي لظاهرة الطنين. يعني زلزال 5 درجات إذا كان سواء كان ب يعني هاي المنطقة المخلعة أو اللي هي حوض رسوبي مفكك، إذا كانت هي المركز السطحي لبؤرة الزلزال أو قريبة منه رح تتلقى هاي الإشارة وتتصرف كأنه تلقت طاقة عظمى 7 درجات أو 8 درجات لأنه مفككة، بينما في مناطق طبيعة صخورة صلبة صلبة فممكن تؤدي أنه بس يعني لعبة دور ناقل لهاي الطاقة. بيلعب دور الثاني هو طريقة البناء بهاي المدن اللي مصمم زلزالي، حتى بزلزال تركيا وسوريا ب6 شباط اللي هن ما كانوا زلزال واحد كانوا زلزالين، يعني واحد الفجر أربعة الساعة 4 الفجر و16 دقيقة اللي بعده 7.5 درجة قدر زلزالي 7.5 بعد 9 ساعات. في قرى ومدن أو كومباوندات مثل ما هي انهارت مثل ما هي، بنفس الأماكن في أبنية ظلت قائمة، بيرجع لطريقة البناء نفسه البناء أنه مقاوم للزلازل. وفي عنا فكرة كتير مهمة، موضوع الأبنية الحديثة عم تقوم على الطابق الأرضي، إذا بنلاحظ هلأ حتى عنا بسوريا مثلا عم يكون الطابق الأرضي هو محلات أو فاضي، ما في كتير جدران، ما في كتير، عبارة عن أعمدة هي اللي شايلة البناء كله. البناء فهي مناطق ضعف تعتبر مع اهتزاز بسيط راح هاي الأعمدة راح تلعب مثل كأنه ألم بإيد الشخص. ففي يعني حسب المهندس المدني لما صمم أخذ بعين الاعتبار هالأمور ولا لا، بالإضافة للأحمال الجانبية اللي هي الرياح، يعني كمان الرياح بتؤدي لانهيار مباني مو بس الزلازل، لأنه الزلزال جهد جانبي كذلك الأمر الرياح جهد جانبي يعالج بجدران القص بالتدعيم بالأوتاد العميقة، الكتل الامتصاصية اللي هي نوابض على مبدأ السيارات الفخمة اللي فيها نوابض بتتجاوب مع المطبات، كذلك الأمر فينا نصمم أبنية فيها هاي الممتصات الصدمات على شكل نوابض تتجاوب، هاي النوابض هي اللي تتجاوب مع حركة الأرض والبناء ثابت أو يهتز جزئيا لكن ما راح يتدمر. هاي الأمور كلها لازم تأخذ بعين الاعتبار. نعم، يعني حاولنا قدر الإمكان أستاذ اليوم نجاوب على بعض الاستفسارات وإشارات الاستفهام اللي بنحملها نحن وكثير من الناس حول موضوع الزلزال، وإن شاء الله يا رب يكون ذكرى الزلزال هي مجرد ذكرى صعبة ورحمة أكيد لضحايا شهداء ضحايا الزلزال اللي كانوا بالسنة الماضية، ويا رب تكون ذكرى وما تنعاد مثل ما الرحمة لهم، وندعو دائما للحيطة والحذر طبعاً. والتسلح بالوعي فقط. شكرا لك لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك.